من دولة قطر. الأخ خالد الجابر، يعني مفاجأة عظيمة كبيرة اليوم في قسنطينة. أنا كنت الإخوة سألتوني في القناة هل فيها رحالة، قلت لكم ما عنديش خبر. في معلومة عندي؟ لا يلا سامحنا برك. تفضلوا دكتور، دخلوا في البث بعد. احنا كنا جينا دكتور، دخلوا في البث بعد. سالوني عليك في القناة، قال لي هل بعلم انت بعلم بانه في واحد قطري في قسنطينة؟ قلت لهم والله ما عندي علم. رب صدفة خير من ألف ميعاد. هذا هو جروب توريستيك عرب. السلام عليكم. يوتيوبر جزائري بوست ديزادويك، نصور باش ديزادويك. انا ندير على سنتين عندي بالك تعرفوا. مرحبا بك عبد خلاص، هذا جروب عرب. لا لا، اليوتيوبر العالمي خالد الجابر. واش ندير عليه بعد؟ راه مشكل. انا قناه ثقافيه خاصه بمدينه قسنطينه. صور من بعيد خلاص، اش نقول لك؟ صح سوا نقولوا له علاه. سألوني عليه، والله سألوني، ما عنديش معلومات. تو شفتك مع الكويتي هذاك. ايه برضه شفتك قدام مربط. ايه فطوطة. ايه كنت فطوطة. الأخ خالد الجابر، يعني مفاجأة عظيمة كبيرة اليوم في قسنطينة. أنا كنت الإخوة سألتوني في القناة هل فيها رحالة، قلت لكم ما عنديش خبر. نتشرف. وإذا بي رب صدفة خير من ألف ميعاد. نعم. الأخ معنا بلحمه وشحمه. ونتشرف في وجودي في أزقة قسنطينة القديمة التي تتنفس من أرواح أهل قسنطينة وتتكلم عن التاريخ الجميل والعصور اللي مرت والحضارات اللي مرت في قسنطينة، فقلت أنا أجي أشوفها بعيني. ومثل ما ذكرت حضرتك، أنت كنت تصور باب تاريخي وأنا كنت متواجد في نفس المكان، وربما صدفة من خير ألف خير من ألف ميعاد. وتشرفت أني تعرفت عليك، وإن شاء الله نلقي نظرة على قناتكم المحترمة إن شاء الله. قناة ديزادويك مرحبا بكم في قسنطينة وفي الجزائر بصفة عامة. شكرا لك. ونشكر إخوانا العرب، أن قسنطينة مفتوحة لكل أشقائنا العرب. حنا نقدموا في خدمة كخدمة للمدينة وكتراث، لأنه قسنطينة والجزائر بصفة عامة تحتاج أنه نعرفوا على خاصة الأخوة. شكرا وزيارة ميمونة ممتعة إن شاء الله. شكرا صديقنا، تحياتنا لكم. يلا. شكرا.